مستور من خلف وضع الآثار اليهودية. حددت في التلفزيون ده عشان الولية ديت لا بحبها ولا بحب أسمع صوتها ولا بحب أشوف شكلها. ولية بومة كل شوية بتتكلم عن الآثار وما هيجي الحكومة علينا ومبوظة علينا شغلنا. تعالى ضفر التلفزيون ده بدل ما نجيبه لكم نصين. أنت عارف القرموطة في عصبيته مش عايز حد يضايقك. مش كل شوية بقى ألوان. سيبك بقى عن التلفزيون بقى. منسي قلب عليك الدنيا وخالف يحط عليه. يحط على مين هو ده؟ عشان الحاجات اللي أنت كتبتها يعني على عيلة مرعي. أنت عبيط ياد ولا إيه؟ أنت إزاي تتجرأ وتقول كلام زي ده الأرمى؟ منسي ده كذاب وبطنه فاضية وبيتعشى كوسة ناية وغايته إنه ما يقدرش يقول الكلام ده إلا في ظهري. لكن لا يجرؤ لا يجرؤ يقولها لي وش في وش كده فيس تو فيس. عربوطي يظهر هيقولها فيس تو فيس. اسمع عربوطي الكلام التافه اللي أنت راسمه عندك في بيتك يا تشيله يا تشيله. أنا بعرفتي والكاميرا اللي أنت خدتها يا تدفع قسطها يا تركها. وإلا قسما بالله قسما بالله قسما بالله أمحيك من على وش الأرض. الولد العبيط ده كان بيكلم مين؟ كان بيكلمنا أنا. وأنت إزاي تسمح لنفسك هلا وأنت قاعد جنب أرمط إنه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الأرض كده قدام القهوة وأنت تبقى ساكت؟ وماله وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. على فكرة عم أرموطي كان بيكلمك أنت. بيكلم مين؟ أنت عزوز. عشان ما يحصلش حظر تجول في المنطقة هسألك آخر مرة يا عزوز. منسي لما قال حولع بيتك يا أرموطي كان يقصدنا أنا؟ أيوة كان يقصدك أنت. هتولع دلوقتي المنطقة دي هتولع دلوقتي وهتشوفوا كلكم منسي اللي عامل الثقر المهيمن في المنطقة وهو بيتبهدل من القرموطي. ما دام انتوا عايزينها تولع وانت عايزها تولع اقسم برب العزة هتولع دلوقتي يا عزوز. انما كده هنقعد. هو مشي منين؟ مشي كده. ماشي خد مشي كده. امن بالله عزوز انت عايز تولع المنطقة. ايه رايك بقى ان انا هروح دلوقتي المنسي واقول له ان الكاميرا بتاعتك اتهرست واتفرمت تحت ترميل على العربيه؟ ايه رايك؟ واللي عايز يجي يشوف منسي وهو بيتبهدل يجي ورايا. ما بلاش. هتشوف الذكر المهم بتاع المنطقه هيتعمل فيه. بلاش. سيبني بقى الموضوع كده خلص خلاص يا عزوز عشان منسي زاد وطغى وكبر. الله 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 ايه في ايه؟ جايين ورايا ليه؟ انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط ولا انتوا عايزين تشوفوه وهو بيتبهدل؟ يعني عايزين تشوفوا منسي وهو بيتقطع يعني؟ قول لكم اتفقتوا على كده اول مره اشوفكم بتتحدوا على كلمه واحده. سفخس عليكم. هتولع النهارده. لمي حاجتك واخلعي دلوقتي يا حاكم علشان المنطقه دي هتقلب حرب كرموز. وسامير قرارة جاي ورايا علشان الولا منسي ده بقى مغلول وبقى محكوم الشرطه وبقى عامل زي الزينه ديكور. وهو ده بيت منسي. اه مش ده بيت منسي برضو؟ اه ده منسي. ده منسي. لا مش عايز يطلع هو خايف يطلع يا جماعه. انت بتوشوشه ايه ده؟ يا حول الله احنا جينا قدام الاستقبال بتاع القصر العيني ولا ايه؟ ايه يا ابني مالك وايه الشبشب اللي تحت؟ انت طالع من الدرس؟ الزار كان عنده حصه شباشب ولا ايه؟ يلا بقى بينا فندان سيبر. مين اللي شلفطك كده يا ابني؟ منسي. منسي مين؟ منسي 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 اللي شلفطك كده؟ حاسس ان داخلين على ايام سودا. يا حول الله الواد بيترعش هيموت يا جماعه. يلا يا جماعه عشان نسيب الواد يموت براحته. يلا سلام عليكم بقى. يلا جبت الكاميرا يا هرموطي؟ نص ساعة وتكون الكاميرا عندك. نعم. خمس دقايق يعني انت هتصور بيها دلوقتي؟ ما فيهاش حاجة. يا فندية في ايه؟ مش عايز انتوا عايزين المنطقة تولع ولا ايه؟ يلا بقى نتكل على الله عشان في زلزال هيضرب المنطقة كلها ولازم الأمن المدني. يلا فندية. خمسة وراجعنا. ما انتش عامل فورمة الساحل وعايز تتصور يعني دلوقتي. حلوة قوي الشقة يا غادة. تعبتك معايا. هو أنا عملت حاجة؟ برضه ما بيردش. قلتلك ما تستعجليش وتنزلي البرومو قبل ما نلاقي الكاميرا. ما تشغليش بالك انتي. نامي واستريحي وانا هتصرف. وانا هفضل محبوسه في الشقه دي لغايه امتى؟ لا بصي بقى ده من مكان ليكي. دول قلبين عليك الدنيا بعتولك ناس على الشقه وسالوا عليكي في القناه. ما تنسيش تقفلي خطك القديم ولو عوزتي اي حاجه كلميني من الخط اللي انا اشتريتهولك. طب وهنعمل ايه برضه في الكاميرا؟ قابليني بكره الساعه 3 في المول. يلا بقى انا لازم امشي. سايبه عمرو لوحده في البيت. خدي بالك من نفسك. أنا دماغي باظت خلاص يا عزوز مش عارف أعمل إيه. خلاص دماغي اتشقلطت آخر شقلطة. أنا بقول بقى عشان أخلص من الفيلم الأسود اللي أنا فيه ده أنا هروح أدي الكاميرا ديت لمنسي بدل الكاميرا بتاعته ونخلص من المشوار الأسود ده.
هي شغاله ولا بايظه؟ شغاله بس زي ما تقول فاصله شحن. هي تسولها كام الكاميرا دي يا ده عزوز؟ بتفهم انت في الحاجات دي؟ يعني تسولها بالمايك كده 20,000 جنيه. الكاميرا دي تساوي 20,000 جنيه؟ بقول لك يا ده عزوز، مش هو شرعا لو ما حد سأل عليها 3 ايام تبقى حلالي بلالي؟ اه طبعا. بس كده. هو هيسألوا عليها ازاي بقى وانت قافل تليفونك ومش عايز تفتحه؟ ما انا هفتحه بعد 3 ايام عشان تبقى حلالي بلالي، وبعدين اعتبر التليفون فاصل شحن يعني ومش لاقي شاحن. عادي. شحن. امن بالله انت عيل غتيت. شحن ايه ده؟ وده شحن ينفع بالتليفون ده؟ تليفون ارنب انت عبيط. امسك امسك. انت عيل بارد مش عايزه تبقى حلالي بلالي ولا ايه؟ خلاص خلاص، صاحب الكاميرا دي لو سال عليها ولقاك هيديك 10%. يعني ال 10% بتوع هيبقوا كام؟ 2000 جنيه صح؟ اه. اروح ادي المنسي 500 على الجزمه القديمه وربنا يكرمني واخد انا ال 20,000 جنيه. دي تبقى فله لو جه سال عليها. كشف المستور يفتح ملف الآثار اليهودية والمتورطين فيها. كشف المستور. انتظر معنى كده ان احنا اتصورنا، يعني كل اللي حصل هيتزاع واحنا هنروح في داهيه. صلاح انا عايز البنت دي تجيني فورا اللي اسمها مريم. يا باشا احنا قلبنا عليها الدنيا مش لاقيين لها اثر، رحنا لها البيت ما لقيناهاش موجوده، رحنا سالنا عليها في القناه الفضائيه اللي بتشتغل فيها قالوا انها خدت اجازه. قلبت عليها الدنيا؟ يعني عملت شوشره؟ شوف شرط ايه يا فاروق باشا؟ احنا تلامذه. لا تلامذه؟ هو انتوا تلامذه؟ لا مش تلامذه. شوفوا بقى يا اساتذه، الكاميرا دي لو وقعت في ايد اي حد وشاف اللي متصور عليها مش عارفين ايه اللي هيحصل. يا باشا احنا اللي منفذين العمليه دي، والحاجه اللي موجوده على الكاميرا تهمنا قبل ما تهم سعادتك. بقول لك يا صلاح، البت دي تجيني هي واللي اسمها غاده الغنيم المذيعه، ده عنوانها، تكون قدامي قبل الورقه دي ما تقع على الارض. فضلوا يلا يا عمريك، يلا يا حبيبي عشان ما نتاخرش على المدرسه. صباح الفل يا روحي، يلا عشان نفطر سوا. صباح الخير. يلا يا ماما. الحمد لله فتح تليفونه. الو، القرموطي للارشاد السياحي، اي خدمات؟ معلش انا اسفه جدا لو كنت قلقت حضرتك، بس انا اختي نسيت الكاميرا بتاعتها معاك في العربيه. كاميرا؟ الكاميرا اللي ام الارنب ده، انا اتشائمت من امك، انت اللي مأخذ الناس على كده. معلش يا ست هانم لا مؤاخذه. الو، طب هو انا ينفع اقابل حضرتك اخد منك الكاميرا؟ بس لا مؤاخذه ست هانم، يعني هو شرعا وقانونا انا ليا 10% من الحاجه اللي الاقيها، فالكاميرا ديت رحنا تمناها لقيناها عدم المؤاخذه ب 20,000 جنيه، فيبقى انا كده ال 10% بتوع 2000 جنيه، يعني على طول تدفعهم لي نقدا وعدا. معلش احنا بنتكلم. الكاميرا اللي مع حضرتك تمنها 30,000 جنيه، ال 10% يعني 3,000 جنيه. لا احنا مش